بكر بيعرف شغله، بيدخل قبل الشرطة وبيطلع. ادخل، رح يحلها. صحة وهنا. بعرف يا بيك، هو بيحلها، مشان هيك خبرت بكر بالأول بعدين اجيت لعنكن. ولما عطى النائب العام أمر المداهمة باللاسلكي مثل ما بتعرف أخذنا الخبر من الشباب اللي جوا. يا شباب بدنا نكون كتير هادين، انت ضل هون امرك معلم. اعطيتهم اسم النائب العام، رح يدبروه. والله لازم تتدخل هيك، لانه هالمره بين ايدي تسجيلات. انا بدي احاول اقول انه الافاده اتاخذت بالزور والغيها، شو رايك؟ لا لا، هذا النائب العام نزيه ووطني، انا بعرف هالنوع، بنهوسوا بهالشغلة وبيغوصوا فيها. المهم هلا إذا بكر حل لهالشغلة حنرتاح كتير. تشاغ داش، كم سنة صار لك معي؟ أنت لهلا ما عرفت بكر مجنون. الحق معك، من الجو البحر والبر بالنسبة لبكر ما بتفرق، بيدخل مثل الشبح وبيطلع. اسمع مني، بيكون حل الشغلة صفى بيك، إن شاء الله ما يداهموا الحوض قبل ما يطالع بكر البضاعة. السطح إلى السفينة، حول. قول. في مداهمة، إجت الشرطة، ما معنا غير دقيقتين. نحن جايين، جيبوا. شايف إنه حضرتك مرتاح يا بيك، بس أنا بقترح إنه لازم يكون في عنا خطة بديلة احتياطاً. يا أستاذ لازم تعرف انه نحن مسؤولين عن كل شاردة وواردة بهالبلد، وانت لهلأ بتحكي عن خطة بديلة. انت ظريف كتير. امتى اجوا؟ اجوا من شوي. طلع النائب العام سريع كتير. بسرعة، خلال 30 ثانية بدنا نفضي المكان. يلا أمرك سيدي. يلا يا شباب، كروان ثلاثة فتشوا كل نقطة فيها. حاضر. يلا يا شباب. حلو، معناته عمار قرر سمير وإجوا يلموا الأندال البقيانين. مين هدول؟